مركز طالب اللجوء في كياسو بكانتون تيتشينو على الحدود الإيطالية. هذا هو المكان الذي يقدم فيه الوافدون الجدد طلباتهم، يمكثون هنا لأسابيع قليلة فقط قبل إرسالهم إلى مراكز أخرى. منذ بداية الربيع العربي ارتفع عدد طالب اللجوء، بعضهم تورط في مشاجرات، كما أفيد عن وقوع اعتداء لم يخلف أي مصابين لحسن الحظ. ولكن على إثر تلك الحوادث طلب بعض السياسيين من السلطات الفيدرالية إغلاق المركز، لكن آخرون دافعوا عن المركز قائلين إن حالات العنف كانت قليلة وتم تضخيم حجمها. عندما زرنا المركز لم يكن شديد الاكتظاظ. كم عدد الأشخاص المتواجدين حالياً في المركز؟ يعيش في المركز حالياً 120 شخصاً. في العادة نستقبل 130 إلى 134 شخصاً. لن أصف الوضع بحالة طوارئ لأن الأمور تسير على ما يرام. أعتقد أن الوضع طبيعي الآن. أدركت من خلال عملي هنا أن هنالك أشخاصاً محظوظين في الحياة وآخرين أقل حظاً. بالتأكيد هنالك اختلافات بين ثقافة وأخرى، ولكن الاختلافات بين الأشخاص لا تفسر بالمكان الذي قدموا منها، بل هي أمور شخصية تنم عن طبيعتهم. شخصيتك وقوتك الداخلية تخضعان باستمرار للاختبار عندما تكون مهاجراً وابتعدت ربما عن منزلك للمرة الأولى متصوراً أن سويسرا تشبه الجنة. ومع أن معظم طالب اللجوء يبدون في حالة معنوية جيدة ويقولون إنهم يلقون معاملة حسنة، تظهر الكآبة على هذا الشاب من تونس. أنا عمري قريب دفاع، فأنا تونسيني بابيني. أنا عمري قريب دفاع لهنا أخاطر فما برشا راسيزما، فما معاملات كونتر التوانسة. أنا واحد بالنسبة نقبل إيش خاطر نحن في بلادنا ما نعاملوش لترونجية كي جميع عملنا لترونجية بطريقة هذه. أصدقاؤه يودون أن يقول المزيد ولكنه يرفض، ولئن لم يكن في المركز أحد يمارس الرقابة عليه. سبيت شحال كلمه؟ باش نحكي معاه يا ودي أنا. ها؟ يزي بوست يحكي تلعب العربي. اوكي هو انا ما عنديش ما نحكي. نو بارلا. ايش مالك يا زلمه؟ مالك يا زلمه؟ يا ركز معايا وميت تو جاك رياض تحكي معاه. لتفادي حالات توتر من هذا القبيل وأيضاً لتحسين العلاقة بين الوافدين الجدد والسكان المحليين، يحاول العاملون في المركز شغل المهاجرين باستمرار. في بعض الحالات يقدمون يد العون في المطبخ أو يساعدون على كنس الشوارع وغيرها من الأعمال المجتمعية. يسمح لهم بالخروج في أوقات معينة خلال اليوم شرط ترك أوراقهم في المركز، ولكن ليس من السهل عليهم التعرف على السكان المحليين أو الإفلات من النظر إليهم كمجرد حفنة من الغرباء المتسكعين في الشوارع بدون عمل. لهذا ينظم المركز أحياناً نشاطات خاصة تتيح لطالب اللجوء لقاء السكان المحليين في بيئة مختلفة تماماً. اليوم سيزورون متحف فيلا للنحت. مرحباً، لقد قدموا معنا وسيزورون المتحف أيضاً. الرجاء تقديم أنفسكم. Buongiorno, sono Simonetta. Simonetta Collins. Collins. Bene. Grazie. Buongiorno Alberto. داخل المتحف طلب منهم اختيار صورة وربطها بإحدى القطع المنحوتة. إنها فرصة أيضا للحديث معا عن تجربتهم. About their experience. النحت والفن لغة عالمية. اخترت هذه الصورة ببساطة لأن هذه المسبحة ورفع الأيدي هكذا هما رمز للصلاة. فعندما أرى هذه الصورة أتذكر صورة مريم الأم التي أنجبت يسوع المسيح.
the mother that gave birth to Jesus Christ. ويليام تيل ولاعب كرة القدم قام بنفس إشارة النصر، لهذا السبب وضعهما معا هذا الشاب من غانا الذي يحب كرة القدم، لكنه أصيب أيضا بصدمة نتيجة وقوع تدافع في أحد ملاعب الكرة. أحب كرة القدم كثيرا، لا أعرف كيف تلعب. مات أناس كثيرون بسبب مشاجرة في غانا بلادي، أناس كثيرون، أصدقائي وإخواني، لهذا اخترت هذه الصورة. في غضون بضعة أسابيع سيتعين على طالب اللجوء مغادرة مركز كياسو، ولكن ربما ستظل هذه الزيارة راسخة في ذاكرتهم. اليوم قاموا بشيء في محاولة لإبطال العناوين السلبية التي غالباً ما تقترن بصورتهم.